أخبار اليوم. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. الحقيقة أنا برحب بكل الوجوه الناظرة، كل الضيوف الأعزاء، السادة الوزراء، السادة المحافظين، كبار الكتاب والصحفيين، الضيوف الأجلاء، الشخصيات العامة، السادة رجال الأمن، كل من حضر وشرفنا. الحقيقة أنا بتوجه للجميع بكل الشكر والتقدير والعرفان بالجميع. الحقيقة الحقيقة لما أتكلم عن الأخبار المسائي فاسمحوا لي أقول إن هي آخر العنقود في مؤسسة أخبار اليوم، جريدة الأخبار المسائي كانت أول اسمها المسائية، والحمد لله منذ عام أصبحت جريدة الأخبار المسائية. الحقيقة يعني تعبنا كتير خلال السنة دي، فأنا من خلال وجودكم وتشريفكم بتوجه بكل الشكر لزملائي في جريدة الأخبار المسائي اللي يعني كانوا معانا دايما في التعب والجهد، وقدرنا يعني نناقش مسائل هامة جدا وقضايا وفجرنا قضايا في المجتمع. الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير، لكن اسمحوا لي ان انا اقدم شكر خاص للاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم، رئيس تحرير الاخبار. الراجل لما قلت له انا يعني نفسي اخلي جريدة المسائية يبقى اسمها الاخبار المسائي، قال لي على بركة الله، وخاض معايا معركة كبيرة جدا لم يكن تكلل بالنجاح إلا بوجود الأستاذ ياسر رزق. الراجل تعب معانا وتحمل كتير، وأنا يعني الحقيقة تعبته أكتر وتحمل على أعصابه، ويعني توجه له كلام كتير بسببي، فأنا من هنا النهاردة بقول له متشكر جدا وتعبناك، ودايما على رأس أخبار اليوم سند وقامة وقيمة، منير منور أخبار اليوم. الحقيقة نفسي أشكر اثنين مهمين جدا ساعدونا في الأخبار المسائي، بخلاف كتيبة الأخبار المسائي في اثنين لهم فضل كبير في الأخبار المسائي. الأول الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الصنباطي مدير مكتب جريدة الراي الكويتية. الأستاذ محمد الصنباطي الحقيقة ده أخويا الذي لم تلده أمي، يعني الراجل اللي خد معانا شهرين يعني قاعد نايم معانا بشكل مستمر. الثاني الأستاذ حاتم محمود مدير تحرير الأخبار وسكرتير تحرير الأخبار اللي هو صاحب المكتب الرئيسي لجريدة الأخبار المسائية. أنا بوجه لهم كل الشكر وأتوجه بكل الشكر لزمايلي وأساتذتي وإخواني اللي ساعدونا ووقفوا معانا في المعركة اللي إحنا خضناها، وأتمنى إن تكون الأخبار المسائية دايما عنوان الحقيقة، لسان حال الشعب، سند وداعم دائما للدولة ولمصر، وتحيا مصر دائما. شكرا.